أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا نبينا الحبيب سامي الذيب، وهو طبعا غني عن التعريف، واليوم حلقتنا راح تكون عن مفهوم الجزية بالقرآن. فخلونا بالبداية نرحب بنبينا سامي الذيب. أهلا وسهلا فيك نبينا. أهلين أخي الفاضل وأهلين جميع المستمعين والمستمعات، أتمنى للجميع أن يكونوا بخير. شكرا تفضل. شكرا شكرا لك نبينا، نشكرك كثير على وجودك معنا. طيب نبينا، نحن وعدنا مشاهدين انه الحلقه هي راح تكون عن مفهوم الجزيه بالقران واسباب وجود الجزيه بالاساس، يعني وليش نشات وكيف نشات وكل ما يتعلق بالجزيه. فالميكروفون معك والمحاضره معك، تفضل نبينا، خلينا نستفيد من الكنز الموجود عندك، تفضل. تسلم. أولا بدي أشرب على صحة الجميع، على نشرب صحتك على صحة نبينا، على الجميع. صحتك. أيوة، هذا خمر لذيذ. ها، فيه في ناس قالوا لي إزاي أنت تشرب خمر وتتكلم عن القرآن؟ إيه القصة؟ هو النبي محمد كان يتوضأ بالخمر، حسب المصادر الإسلامية محمد كان يتوضأ بالخمر وكان يشرب خمر، يعني لا تقعدوا تزودوا علينا. أوكي، بالضبط بالضبط. اليوم حنتكلم عن الجزية، وموضوع الجزية هو يظهر كأنه قديم، لكن مع نشوء داعش بين أنه ما زال مفهوم الجزية عالق في عقول المسلمين. يعني بقول لك ليه أنت بتنبش على القديم، ده نصوص قرآنية من القرن السابع الميلادي، شو الجزية هاي؟ شو جابها على القرن الـ21؟ طيب، أنا عندي نص أمان أعطته الدولة الإسلامية لنصارى الرقة مقابل التزامهم بأحكام الذمة. النص موجود في الإنترنت، ممكن واحد يشوفه، هبعت لكم بعدين الرابط إن أمكن. أوكي، بيبدأ النص، المعاهدة دي أو النص، العهد، عهد الأمان، بما يلي. وأنا عندي نصين منهم في الواقع، الأول عنوانه عهد الأمان، والثاني عنوانه ثاني واحد يعطيك النص العهد الثاني. عندي نصين الحاصله، يعني تعون الأمانة. أوكي، أنا أيوة، نص عقد الذمة، واحد اسمه نص عقد الذمة، والثاني عنوانه نص عهد الأمان، بس المضمون هو نفسه. هنبدأ بالفقرة الأولى ونكتفي. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، القائل في محكم التنزيل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سورة التوبة الآيات 29. على فكرة سورة التوبة هي الصورة التاسعة حسب الترتيب العادي، والصورة 113 يعني قبل الأخيرة. الأخيرة هي بعض الآيات اللي غير مهمة، لكن وهي لا تبدأ بالعبارة بسم الله الرحمن الرحيم، سقطت منها، وهي من أعنف السور في القرآن، وقد تكون آخر سورة في القرآن، يعني قبل الأخيرة. طيب، ترتيب 113. هلأ شو معنى هذه الجملة؟ أولاً هنا واضح أنه الجزية هو جزء من نص عهد الأمان أو عقد الذمة، يعني هي أحد شروط عقد، يعني إحنا نأمنك إذا أنت تدفع، لكن لن يكتفوا بالدفع، هناك شروط أخرى. حنقرأ بعدين ما هي الشروط اللي
ربطت بالجزية. لكن المهم عندنا إنهم بدأوا بآية الجزية، هذه الآية تسمى آية الجزية، تحمل اسم آية الجزية، الشيعة بيسموها آية السيف. لكن حقيقة آية السيف عند أهل السنة هي الآية الخامسة من سورة التوبة، اللي بتقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يعني هنا بهذه الآية الخامسة اللي بيسموها آية السيف، وهي اللي ألغت قرابة 140 آية متسامحة في القرآن، نسخت 140 آية متسامحة تقريبا، بتقول المشركين اقتلوهم، فقط مش قاتلوهم بس، اقتلوهم حيث ثقفتوا وحيث وجدتموهم، يعني وين ما شفتوهم اذبحوهم. يعني واضح، يعني والشرط الوحيد علشان ما يذبحوهم مش إلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآدوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يعني إذا أسلموا نعفى عنهم، إذا ما أسلموا قتل. هذه الآية الخامسة، وواضح إنه هنا ما فيش فيها تعدي، يعني ما حدش جاء تعدى على المسلمين، هو الذنب بتاعهم إنهم مشركين. وتكلمنا في الحلقة السابقة إنه سبب الجهاد الهجومي أو البداية أو جهاد الطلب هو إيقاف الفتنة، والفتنة تعني انتماءك إلى دين غير دين الإسلام، سمي فتنة. المشركين واضح بالآية الخامسة إنه خلاص، إن تمسك واحد مشرك اذبحه إلا إذا صار مسلم، ما عندوش خيار آخر، يا إما الإسلام يا إما السيف. هل الآية 29 شو قالت؟ وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في الآية اللي السابقة الخامسة بقول إذا صاروا مسلمين نعفى عنهم وإلا قتلهم، هنا بقول لهم إحنا هنقاتلهم ونقتلهم إلا إذا قبلوا يدفعوا فلوس. يعني عملوا تنازلات لمجموعة من الناس اللي ما بعتبروهم تماما مشركين، لكن هنشوف المعنى، شو معنى كل كلمة توقف عنها. أو لا قتل، ما في رحمة، خيار الوحيد هو الإسلام أو السيف. والآية 29 هي بتقول لك لا، في ناس هم أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب، هنفهم شو معنى الجملة هاي، هدول اقتلوهم إلا إذا وافقوا يدفعوا فلوس، إذا دفعوا فلوس نعفى عنهم. طلعت الحال إذا أسلموا بكون أفضل، لكن إن ما أسلموش بخليهم على دينهم، بس شو من كلهم يدفعوا فلوس، رفضوا يدفعوا فلوس قتل. يعني صارت قصة فلوس، هل هذا هو الهدف، هو الفلوس أم شو أم شيء آخر، ما هو السبب لهذا؟ طيب احنا هنتوقف عند هذه الآية. أولاً ليش نزلت هاي الآية؟ لازم نربط هاي الآية بالآية السابقة لها، وهي 28 اللي بتقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إيش علاقة الآية هاي
بالعلاقة بآية الجزية. هنا بتقول عن المشركين، بتقول لا يقربوا المسجد الحرام، اليوم طالع ممنوع المشركين يدخلون مكة. فهي لما هاي الآية نزلت، مكة حسب المعتقد الإسلامي، هو مش معروف هل مكة كانت فعلا موجودة في التاريخ أم لا، مش واضح، لكن لنفرض إنها موجودة. هناك فيلم لمؤرخ كندي عن الإسلام بيقول لك إنه مكة لم تكن موجودة في ذاك الزمن، يعني كل الآثارات مش باين إنها كانت مدينة مشهورة، يعني وهي فقط ضيعة من الضياع هيك الخالي، يعني ما فيها آثار. فهو بيقول لك إنه حقيقة مكة هي البتراء، لأنه اتجاه الجوامع في القرون الأولى في القرن الأول كان باتجاه البتراء بترا اللي بالأردن بالأردن، بالضبط. لأن كانت مدينة كبيرة مشهورة، وبعدين بنيت مدينة، يعني عملوا الاتجاه نحو مكة. حاصل، لن ندخل في التاريخ، ممكن نكرس حلقة عن ما هي مكة في التاريخ. حاصل هلا بكل، فهذول المسلمين قالوا يا محمد إذا أنت منعت الكفار المشركين يجي يدخل غير المسلمين يدخلوا مكة، معناته مش حنتاجر، مش حيكون في تجارة، حنخسر، لأن هدول كانوا يجوا الحج يصرفوا فلوس، مثل اليوم السعودية بتعيش من وراء الحج نسبيا، يعني ملايين الفلوس تدخل الخزينة السعودية بسبب الحج. فكانوا الوثنيون يروحوا على الكعبة ويعملوا الحج ويصرفوا فلوس ويعيشوا أهل البلد، لأنه البلد كان قحط، البلد كان قحط. فقالوا له يا محمد إذا أنت منعت المشركين يدخلوا المكة، إحنا نعيش من فين؟ قال لهم لا تهتموا. فنزلت الآية بتاعت الجزية، قال هدول حندفعهم فلوس علشان ايه، يعني تعوضكم على الخسارة اللي كنتوا هتربحوها من المشركين لو دخلوا الكعبة. فالمصادر الإسلامية واضحة، الطبري وغيره من المصادر بيقول لك انه هذه الآية نزلت لتعوض المسلمين عن خسارتهم بمنع المشركين دخول الكعبة. فهم علي؟ فهو رفض يعني دخلهم. هو تصور انه هنا بكل ما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. من هم المشركين؟ عامة المشركين هم بعمتوا اوثان، بس يعني هو ادخل فيهم حتى المسيحيين واليهود. ومحمد منع دخول المسيحيين واليهود في كل الجزيرة العربية، قبل ما يموت قال لا يجتمع دينان في الجزيرة، فطرد كل المسيحية وكل اليهود من الجزيرة العربية. علي؟ أوكي. فيعني هناك ربط ما بين هذه الآية والآية اللي سابقتها، يعني هي قصة تعويض فلوس في البداية. طب هلا بكلهم إيه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. مين اللي بيؤمنوش بالله؟ مو المسيحيين واليهود بيؤمنوا بالله. فهو بيقول لك لا، هم بيدعوا انهم بيؤمنوا بالله، لكن حقيقة هم لا يؤمنوا بالله، يعني هم وإيمانهم ملوش معنى. ليش حالا بيقول لهم انتم ما بيؤمنوا بالله؟ اخي احنا كان المسيحيين واليهود بيؤمنوا بالله واضح. قالوا لا. فهنا بتيجي الربط بالايه اللي بعدها، الايه 30 بتقول وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنا يوفكون. يعني بقول لهم هدول اليهود بيقولوا عزير ده ابن الله، والنصارى بتقول المسيح ابن الله، فيعني هدول مشركين كمان.
فيعني هم بصفوا الله بأشياء اللي بتنفي عنهم إيمانهم بالله. فهمت علي؟ فهو بيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. طب أخي بيقول لك لا، اليهود والمسيحيين بيؤمنوا بالعقاب وبالجزاء بالجنة ومثل هيك وجحيم. قالوا لا لا، مو نفس الشيء، لأنه إحنا في القرآن بيقول إنه في أكل وشرب ويرزقون وخمر وكمان حواري، هو يعني علاقات جنسية في الجنة. فاهم علي؟ المسيحيين ما بيأمنوش بهذا الحكي، فبالحالة هي هم ما بيأمنوش باليوم الآخر بتمامه. فهمت علي؟ فهم بقول لك انتوا يا يهود ومسيحيين بتقولوا بلسانكم انكم بتأمنوا بالله وباليوم الآخر، لكن مو صحيح، لأنه أنتوا بتقولوا إنه الله له ابن. ده مش معقول، إن كان يهود ولا مسيحيين. وبعدين أنتوا بتنكروا صفات من صفات الجنة. أنتوا بتقولوا ما فيش لا أكل ولا شرب، والقرآن بيقول هيشربون وياكلوا ولحم طير، وهياكلوا في آنية من فضة وما أعرفش إيه. فانتم ما بتامنوا بهيك، معناتوا ما بتامنوا. واضف الى ذلك انه القران بيقول لك انه اللي بروح على الجحيم هم خالدون فيها، يعني المذنب لما يروح الجحيم بيظل فيها طول عمره. اليهود بيقولوا ايش؟ بيقولوا انه الله لن يبقينا في الجحيم الا عده ايام. فيعني انتم ما بتامنوا باليوم الاخير بالتمام كما متطلب من المسلمين. فبالحالة انتم غير مؤمنين، انتم تدعوا الإيمان. تفضل، مش سامعك. نبينا في هلا بالإسلام حتى بيوم الآخر، أنا اللي بعرفه إنه يعني جهنم ليست أبدية للكافرين، يعني المسلمين الكافر الغير مؤدين للصلاة الغير، بس مسلم بلسانه يعني، في على الأخير لازم يطلع من النار ويكتب على جبين عتقاء من النار يعني. ما هو محمد بيقول إنه المسلمين على كل حال من قال، ما هو حديث لأبو ذر الغفاري بيقول له إنه كل من نطق بالشهادتين فلن يدخل الجحيم. فقال له أبو ذر الغفاري حتى وإن سرق وإن زنى؟ قال له حتى وإن سرق وزنى، إن تلفظ بالشهادتين فلن يدخل الجحيم. المسلم ما بيدخلش الجحيم، يكفي إنك تنطق الشهادتين ما بتدخلش الجحيم. فأبو ذر الغفاري قلبه طيب، قال له حتى وإن سرق وزن، قال له حتى وإن سرق وزن، وحتى وإن ما رضيش أبو ذر الغفاري. حتى إن ساوى السبعة وزمتها يعني. أيوه، ما هيك هم بيقول لك إنه الكفار هم على الجحيم لسبب إنهم ما بيآمنوا، إنه ما سبب ما بيآمنوا. معي؟ اوكي. وحتى في حديث بيقول لك انه الله كل مسلم بيدخل الجحيم الله بيقيمه من الجحيم، بحط محله واحد مسيحي او يهودي. التبديل. تبديل. ليه؟ لانه نطق بالشهادتين. اه، وبعدين بيقول له انتوا برضه بتكذبوا يا ناس. المفسرين رجعوا للايه بيقول لك ليه، هو واضح انه الايه تعني اليهود والنصارى، لكن ليه ازاي هو ينعتوا منهم غير مؤمنين؟ فصاروا قالوا لانه هم بيكذبوا، هم يعني بيقولوا التوراة ما فيش فيها ذكر محمد، والتوراة بتطالبهم انهم يؤمنوا بمحمد، فهم حذفوا اسم محمد ولم يؤمنوا بمحمد. فمعناته اهو، والمسيح كمان قال لهم انه حيجيهم واحد اسمه احمد. فاهم علي؟ قالوا لا، مش عندنا، مش موجود في كتابنا. اه، انتوا حرفتوا الكتاب.
فمعناته انتوا لا تؤمنوا برسالة محمد اللي الانجيل الحقيقي بأمركم بيها والتوراة الحقيقية بتأمنوا بيها. وبعدين بيقول لهم انتوا اليهود بتقول نحن احباء الله. ازاي انتوا احباء الله؟ انتوا مش احباء الله، فانتوا بتكذبوا، فانتوا غير مؤمنين. فاهم علي؟ فعبارة الذين لا يؤمنون بالله لا يعني الذين لا يؤمنون، لكن هي صفة لأهل الكتاب، إنه هذول أهل الكتاب الذين الجملة يعني الجملة هي مخربطة، وكان لازم يقول قاتلوا الذين أوتوا الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون حرام الله ولا صور ولا يدينون دين الحق. لكن هو هضع من الذين أوتوا الكتاب، يعني هو كل أهل أوتوا الكتاب يعني المسيحي والنصارى معتبرين إنهم لا يؤمنون بالله الإيمان الحقيقي، لأنه التوحيد الإسلامي، ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. كان لازم حتى هدول، ليش احنا بنقاتلهم؟ بنقاتلهم لانهم هذول لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الاخر ولا ما حرم الله ورسوله. قال له ايه ازاي يعني حرم ما حرم الله ورسوله؟ قال ايه انتم بتشربوا خمر وبتاكلوا لحم خنزير للمسيحيين، فمعناته انتم خالفتم التحريم، فيعني انتم مش مؤمنين. فاللي بينكر جزء من الإيمان كأنه أنكر كل الإيمان. أنتوا لازم تآمنوا إنه ممنوع تاكلوا خنزير ولا تشربوا خمرة. فيعني أنتوا بتقولوا إحنا مؤمنين لكن لا منيح، فأنتوا يجب أن نقاتلكم. أوكي. ولا يدينون دين الحق. شو معناته يدينون دين الحق؟ إيش معنى الجملة ولا يدينون دين الحق؟ فهاي المفسرين يعني ما فهموا شو يدينون دين الحق. يقول لك الحق هو الله، الحق هو صفة الله، فدين الحق يعني دين الله يعني الإسلام، دين محمد تمام بدين الإسلام، يعني أنتوا لا تعتنقوا دين الإسلام. فهو وصف أنه دين محمد هو دين الحق يعني دين الله، يعني لفوها. في ناس بيقول لك لا هذا مش معناه دين الحق يعني الدين الحقيقي، الدين الحقيقي، لكن بيقول لك لا، هم بيقولوا لا الحق هي صفة لله، ودين الحق يعني الدين تاع الله الحق اللي هو اسمه حق، يعني مش دي، لأنه هو دين الحق مضاف مضاف إليه، يعني مش الدين الحق، لا دين الحق، دين الحق يعني الحق لازم يكون يعني اسم صفة لله. اوكي واضح. يعني انتوا يا يهود ويا يا مسيحي ويا نصارى ما بتآمنوا بالله، انتوا بتدعوا انكم بتآمنوا بالله، مش بتآمنوا، لا تآمنوا، بعدين لا ما بتآمنوا باليوم الآخر ولا تحرموا ما حرم الله ورسوله. اوكي حرموا ايه، والتوراة بتمنع الكذب، انتوا لا بتكذبوا ومثل هيك منيح، وبتقولوا على المسيح امور مقبوله، فيعني انتم ما حرام انكم تقولوا انه المسيح ابن الله، فانتوا تسمحوا لنفسكم الكذب على الله. منيح. من الذين أوتوا الكتاب، هنا مش واضحة من الذين، يعني مش كلهم ولا جزء منهم، كلهم ولا جزء منهم. فالجملة العربية خطأ هنا، غير واضحة، يعني هل هم جزء من اللي أوتوا الكتاب؟ أخي هلا في صدى، هلا في صدى، أنا شعلت اليوتيوب عشان أشوف تعليقات، فأسف. أيوه الحاصل، الحاصل. فهو اللي صار انه يعني بيقول هنا مش واضح هل هم جزء من الذين اوتوا الكتاب ام جميع من اوتوا الكتاب، لانه من هي تبضيعيه، واحد من الاولاد
أو المجنون من الأولاد، يعني مو كلهم مجانين، يعني هو ولد مجنون من بين المجانين الآخرين، الأولاد الآخرين. فهنا العبارة خطأ لغويا، هي خطأ، العبارة هاي خطأ منيح، لكن مش مهم. هو فهمه أنه كل أهل الكتاب، كل أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى هذولا لا يجب أن تقاتلوهم. طيب يعني من يفرض عليه الجزية بالحالة هاي؟ بيقول لك أهل الكتاب، أهل الكتاب. قال له طيب والصابئين، ما هو في آيات بتذكر ولا يحزنون، فاهم علي؟ ازاي انت الصابئين؟ طيب والمجوس بتكلم عنهم في ايات اخرى. قال لهم والسامريين، والسامريين بقول لك ما هم هذول شو يعني، نذبحهم كمان هذول ولا ندفعهم جزيه؟ فقال لهم شوفوا، الفقهاء قالوا الصابئين واليهود والسامريين هدول الشيع من اليهودية والمسيحية، شيع من اليهودية والمسيحية، فبنحطهم مع سوا، يعني نعتبرهم كأنهم أهل الكتاب. يعني فالصابئين والسامريين نعتبرهم أهل الكتاب، وهدول لا نقتلهم إذا دفعوا فلوس. طيب والمجوس؟ قال له المجوس محمد قال عاملوهم معاملة أهل الكتاب. فقالوا يعني مو أهل الكتاب؟ قالوا لا، يعاملوهم مثلهم. لكن هدول ما تقدروش تأكلوا من ذبائحهم ولا تتجوزوا من نسوانهم. المجوس هدول يعني ممكن تتجوز واحدة يهودية، ممكن تتجوز واحدة نصرانية، لكن مالكيش تتجوز واحدة مجوزية أو تأكل من لحمهم. يعني إذا ذبحوا خروف ممنوع تأكل من لحمهم لأنه نجس. في ناس بيقولوا لا، المجوس كان عندهم كتاب لكن الله رفعه، وكان عندهم نبي اسمه زردشت، زردشت كان عندهم إله، كان عندهم نبي، والله أعلم بيقول. بعدين بضيف الفقهاء والله اعلم. فيعني قال خلاص محمد قال، فهو عمر كان سائل واحد من الجماعه اصحاب محمد، قال له يا اخي انا مش عارف شو اتعامل معاهم، مع هذول المجوز. قال له محمد قال وعاملهم معامله اهل الكتاب، ولكن لا تتزوجوا من نسائهم ولا تاكلوا من ذبائحهم. قال له خلاص ما دام انه قالها بنعاملهم بالطريقه. جو ناس قالوا له، قالوا لا، المجوز هدول إن كانوا من فارس منيح نعملهم هيك، أما إذا كانوا من العرب لا، يعني هدول يعني مش أصلهم، يعني هدول تحولوا للمجوسية، هدول بنعتبرهم مشركين، هدول ما عندهم مش خيار إلا إما الإسلام أو الذبح، لازم نذبحهم يا السيف يا الإسلام. طيب النصارى؟ قال له النصارى برضو عندهم مشكلة هناك. علي بقول لك ليس من المسيحية، لم يصلوا من المسيحية إلا شرب الخمر. مش عارف، مش واضحة العبارة تعب. فقال يعني إذا مثلا إذا كان مسيحي نصراني عربي لا تأخذ من الجزية، يجب أن تفرض عليه إما الإسلام أو السيف. أما إذا ما كانش عربي تسمح له. ناس قالوا لا مش هيك، إذا هو كان مسيحي قبل ما يجي محمد هذا بنسمح به، أما إذا صار مسيحي بعد ما أجى محمد والديانة تاعته نسخها الإسلام، لأنه بيعتبروا الإسلام نسخ كل الديانات، فأنت رحت انتميت لديانة منسوخة، فإذا أنت مشرك أصلاً تعبد أوثان وبعدين طق على بالك تصير يهودي أو تصير نصراني، لا تأخذ بديانتك،
ليس لك الخيار إلا بين السيف والإسلام. فاهم علي؟ يعني إذا كان أصلك نصراني قبل رسالة محمد ماشي، إذا بعد لا، ما فيش في النوع. طيب وقالوا المشركين، قالوا المشركين إذا كانوا، يعني هذول المشركين ما لهمش إلا خيار واحد بسبب الآية الخامسة، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فكل مشرك لازم تذبحهم. ففي فقهاء قالوا انتوا صعبتوها علينا شوية، يعني احنا هنقتل كل المشركين، ما هدول كثار. لأني قتلونا. ففي مفسرين قالوا انه المشركين اذا كانوا عرب هم قلة، هذول نذبحهم، اما اذا كانوا عجم نتسامح معهم، حتى وان عبدوا الاوثان نتسامح معهم على شرط يكونوا عجم، اما اذا كانوا عرب لانهم قلة، وعلى كل هم اختفوا مع محمد، فهذول بنذبحهم. واحد قال لهم، واحد من الفقهاء قال لا، احنا بنطلب الجزية من الجميع الا المرتدين، اذا واحد ارتد هذا لا تأخذ منه جزية ويجب ان يقتل، يخير بين الاسلام وبين السيف. يعني الفقهاء بينهم اختلفوا حسب الامكانيات. ناس قالوا لك انه هذول ناخذ الجزيه من المسيحيين واليهود وبنضيف عليهم الصابئين وبنضيف عليهم السامريين، ناس قالوا بنضيف عليهم كمان المجوس، وناس قالوا بنضيف عليهم الوثنيين بس المهم ما يكونوش عرب، وناس قالوا لا، المشركين احنا بناخذ منهم بس مش المرتدين، ها المرتدين هذول ما بناخدش منهم، هذول يجب ان نقضي عليهم، نقضي عليهم. فهمت علي؟ طيب منيح. هلا وقعنا على شو؟ حتى يعطوا الجزيه، حتى يعطوا الجزيه. قال لهم يعني شو انتم طماعين فيهم؟ ليش بدكم، ليش بتقولوا حتى يعطوا الجزيه؟ يعني طمعانين بفلوسهم؟ يعني بتقول لهم انتم بتتسامحوا معاهم مشان تاخذوا فلوس؟ ده مش اخلاق. قال له لا، الجزيه هو جزاء، جزاء على الكفر، ما دام انهم كافرين هنجازيهم. وايش الجزاء تاعهم؟ يا بتصيروا مسلمين يا تدفعوا فلوس، فهذا جزاء. فاهم علي؟ فهذا جزاء. واحنا اذا بناخذ منكم فلوس ما بنعتبر بكفركم، فقط احنا من يجي نحط عليكم ضغط بالفلوس على امل انكم تصيروا مسلمين. الفقهاء قالوا بكل وضوح نحن ناخذ الجزيه من اهل الكتاب حتى يحسوا بالذل وحتى يتحولوا الى الاسلام. فهم علي؟ وهذا اللي صار بالتاريخ اظن نبينا. بالتمام بالتمام، هذا اللي صار الحاصله. فهم فسروها بالطريقه هاي، قالوا طيب انت، طب ليش بتفرق بين الوثنيين وبين المسيحيين واليهود؟ ليه ما تخلهم كلهم مع سوا؟ قالوا لا، لانه المسيحي واليهودي هذول لهم كتاب وبيامنوا ببعض الانبياء، وعندهم يعني منطق ممكن نحاجج فيه، اما الوثنية ما لهمش دين، فتحاججهم على اي اساس؟ هذول يجب قتلهم. الفقهاء بقول لك هذول الوثنية ما عندهمش دين، فتحاججهم على اي اساس؟ لا يعني. طيب منيح. هلا شو بيقول لك، شو بيقول لك؟ طيب هلا شو معنى الجملة الكلمة يعني قل يعطي الجزية؟ يعني أنت لازم يعطوا الجزية، لكن مو فقط يعطوها، لازم يعترفوا بيها، يعني هم يقبلوا يدفعوا.
مش احنا نروح ناخدها منهم، لا هم لازم يجيبوها. ومو فقط هيك، يجب أن نذلهم، لما يعطوا الجزية يجب أن نذلهم. فكيف يذلهم؟ فوضعوا أوصاف كثيرة، اعتمدوا عن أولا عن يد. شو معناته عن يد؟ حتى يعطوا الجزية عن يد. هدول المترجمين والمفسرين تاهوا فيها. ايش معنى عن يد؟ القرآن بيقول عن يد، يعني شو عن يد؟ ففي ناس بيقول عن يد يعني تدفعها نقدا مو تأخرها، يعني بتدفعها نقد. مش تقول كاش ان هاند. ايوه بالتميم هيك، بالتمام فهموا هيك. في ناس بيقول لك لا، عن يد يعني انه بيجي هو بذاته بيدفع الفلوس، ما بيبعت واحد يحطها محله، لازم يجي بذاته، ولازم يجي ظهره منحني، واللي المسلم يقول له ادفع الجزية يا عدو الله، وبعدين يلطموا على كفاه، يضربوا على كفاه ويضربوا على خده، لازم يضربوا. فهم علي؟ وحتى في مفسرين قالوا انت لازم تشده بثيابه وتجره بعنف، لازم تجره بثيابه ها وهناك وتقول له ادفع الجزيه يا عدو الله، واللي يدفع لازم، اللي يدفع لازم يكون واقف، واللي يستلم الفلوس لازم يكون قاعد، وممنوع يجي راكب على الفرس، لازم يجي مشي، والا يعني هو متكبر. لا هو لازم يجي مشي ومدندن راسه هيك، فهم علي؟ ويدفع الفلوس، والمسلم مش لازم يشكره على الفلوس، واللي يدفع الفلوس لازم يعترف انه المسلم انعم عليه، انه تركه بالحياه. يعني هو المسلم المسيحي النصراني واليهود لازم يشكر المسلم انه قبل منه الجزيه. فالمفسرين راحوا فيها من جميع الاتجاهات. فشو معنى يدين؟ كل واحد يعني اعطوها خمس تفاسير مختلفة، خمس تفاسير مختلفة. ويقول اليد العليا افضل من اليد السفلى، فشو معناته؟ لا هو اللي بيدفع فلوس من فوق ويديك المسلم، ايد المسلم، لا لازم يعترف انه ايد المسلم اعلى من ايده هو، يعني مو فقط تدفع فلوس، لازم تذله، لازم تذله. وحتى منهم كل لازم تشده لحيته، تمسك له لحيته وتلطمه على وشه من هون ومن هون، فاهم علي؟ ولازم تهينه، لازم تهينه، لازم تضربه، انت مش نافع، مش هنعرف نمسك بلحيتك، فاهم علي؟ لحية ولا شعر يعني خلصان. انت مرتاح. انت مرتاح من الشغله حاصله. فيعني المفسرين تفننوا في طريقه، اضف الى ذلك انه هناك كلمه وهم صاغرون. طيب وهي صاغرون شو معناتها يا اخي؟ وهم صاغرون، هاي الكلمه حيرت الناس. صاغرون يعني كيف صاغرون؟ طيب هلا بدنا نشوف شو بيقول المفسرين. طيب هلا اولا نبدا بكلمه عن يد، اعطيك بعض العبارات من الفقهاء من المفسرين حتى لا تقول انه انا جبتها من عند ابوي او من عند جدتي. تؤخذ الجزيه من ايديهم وهم قيام اذلاء والاخذ جالس، حرفيا اعطيك هيك اذلاء، يجب ان تذله. يعطوها بأيديهم يمشون بها كارهين، ولا يجيء ركبانا ولا يرسلون بها، يعني مش لازم يجوا على الخيل ولا يبعثوا العبد تاعه أو ابنه يحط الفلوس، هو بذاته لازم يجيب يحط الفلوس.
مفسر آخر، عن قهر من المسلمين عليهم واعتراف منهم للمسلم يعني غير المسلم للمسلمين بأن أيدي المسلمين فوق أيديهم، ويحتمل أن يكون باليد إنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية عنهم، أو قهر من المسلمين عليهم واعتراف منهم المسلمين بأن أيدي المسلمين فوق أيديهم. طيب منين نكمل؟ وهو أن يعطي هو أن يعطيها بأيديهم، يعطوها بأيديهم يمشون بها كارهين، أو من يده إلى من يد إلى يد من يدفع إليه، لازم يعطيها بإيده هيك. لا يؤخر قبضها، لا يؤخر قبضها عن وقت قبولها، بل تؤخذ يدا بيد، أي عن قهر وغلبة، يعني تفننوا في إذلال الغير مسلم. وقيل عن طوع وطيب، يعني أنت بتدفع وأنت مبسوط، تدفع يعني ما تتدمر، لازم تدفع، إحنا اللي أعطيناك، إحنا خليناك تعيش، فأنت تكون مبسوط إنه إحنا دفعناك الجزية. فهم علي؟ عباس يقول يتلتلون بها تلتلة، يتلتلون بها يعني بشدوا بنتعوه هيك نتع. أوكي. عكرمة بيقول أن تأخذها وأنت جالس وهو قائم، وقال الكلبي أنه إذا جاء يعطي صفع في كفاه. وقيل أعطها يا عدو الله إلى آخره. طيب هل شو معنات صغار؟ وهم صغار، كلمة صغار جاءت في صاغرون أو صغير وهيك، جاءت عدة مرات في القرآن، وتعني دائما الذلة، جاءت في عدة آيات، في هنا أمامي 5 آيات بالإضافة إلى الآية اللي احنا فيها 6 آيات. شو بيقول له؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاعتصم، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكن من الصاغرين. هاي امرأة زوجته للعزيز كانت عايزة إنه يوسف يعمل الفاحشة معاه ورفض، قال إذا هو رفض أنا خليه يروح السجن وليكونن من الصاغرين، يعني حيذل. فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين يعني مذلولين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. الله يطرد الشيطان من الجنة، فما يقول فاخرج إنك من الصاغرين. فهذه يعني هذه الآية تبين، وهناك آية أخرى تقول وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة، سيصيب الذين أجرموا صغار يعني ذلة. أوكي، يعني مو فقط تدفع الجزية، لازم تذل. طيب مفسر آخر، هم صاغرون تعني أذلة مقهورون، يقال للذليل الحقير صاغر، قالوا صغر قالوا ذليلون، وهو من الذل، يقال صغر الرجل يصغر صغارا، فهو صاغر أي ذل، فهو ذليل. مذمومون أو يمشون بها متبلين، أو الذلة التي ذكرها الله ضربت عليهم الذلة، نفس معنى الذلة غيره. طيب وهم صغر أذل، مفسر آخر أذلاء مقهورون، قال عكرمة يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس، وعن ابن عباس قال تؤخذ منه ويوطى عنقه، يعني بتحط إجرك على ركبته. ابن عباس بيقول لك أنت لازم تحط إجرك على ركبته. وقال الكلبي إذا أعطى صفع في كفاه،
وقيل يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه، يعني على خدوده، يمسك بلطمه، فاهم عليك؟ وقيل يلبب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف، يتلتل تلتلة ويأخذ بتلبيبه ويقال له أد الجزية، وإن كان يؤديها وإن كان يؤديها ويرزخ في كفاه، يعني يدفع، يدفع بدفعه. أوكي. وقال ابن عباس تؤخذ الجزية من أحدهم وتوطع عنقه، وقال الكلبي إذا أعطي يصفع كفاه، وقال هو أن يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه، قال له أدي حق الله يا عدو الله، يعني تهينه. والمفسرين قالوا بكل وضوح أنه الهدف أنه تبين له أنه هو ذليل ما دام هو ما بيعترف بالإسلام، حتى أنت لما تذله يفكر أنه والله صحيح أنه كلام المسلمين أفضل، ليش أضل على الحالة اللي أنا فيها، ليش ما أصير مسلم. بيقولوها بكل وضوح، يعني الهدف منه انه يجبروك انت انك تتحول للاسلام. طيب انت مسيحي لازم تدفع اخر كل سنه الجزيه او بدايه السنه حسب الفقهاء. طيب يوم قبل صرت مسلم، قبل ما تيجي تدفع صرت مسلم، بقول لك ترفع عنك الجزيه، لن تدفع. يعني اذا انت رحت تدفع الفلوس قلت لهم والله انا اسلمت، قالوا خلاص مع السلامه، يلا مكرم معزز روح على بيتك، مالكش تدفع. في واحد من الفقهاء قال لا، هي مثل اجره البيت، فان جاء باخر السنه مهما كان الامر لازم يدفع. لكن قال مش ممكن انت تدفعه وهو مسلم لانه فيها مذله. فيعني الفقهاء اتفقوا انه في حالة انه المسلم انه شخص اسلم قبل، يعني لما يجي يدفع غير هيك فيعفى. ويضيف وليس الجزية اقرارا لهم على كفرهم كما زعم البعض، ولعل مراد قائله انها عوض عن القتل والاسترقاق الواجبين، يعني هو عوض انه بدل ما نسويك عبد او نقتلك تدفع، فتكون مثل إسقاط القصاص بعوض الدية، وهي عقوبة على الكفر مثل الاسترقاق، وهي لنفع المسلمين، وقيل قبلت منهم لحرمة أبائهم الذين على الحق، لأنه كان أجدادهم على الحق لكن هم ما تبعوش. وقيل ليتوجعوا بما يعاملون به فيتركون الكفر إلى الإيمان، فهم علي القصة إيش هي؟ إنه هيك منيح، يعني هي قصة فلوس تجبرك تصير مسلم. وهو أوكي، مين بدفع الجزية؟ احنا تكلمنا عن اللي يدفعوا الجزية، هم اليهود والنصارى، ومنهم سمحوا بالصابئين وبالسامريين، ومنهم سمحوا بالمجوس، ومنهم حتى بالوثنيين إذا ما قدروش عليهم. هذا هو المعنى الحقيقي، يعني إنه ما دام ما قدروش عليهم أوكي. هل يدفعها الرجال أم يدفعها النساء؟ الآية بتقول وقاتلوا الذين لا يؤمنون، فتقول قاتلوا يعني المقاتلين، فبالحالة أنت ما تقدرش تدفع دفع النسوان ولا تدفع الصبيان ولا تدفع المجانين لأنه ما بيقاتلوا، أو مثلا واحد عنده فالج مقعد هذا لا يقاتل فلا تدفعه، يعني تعفى من الجزية إذا أنت كنت صبي، يعني لا تجري عليك الموس كما يقولون، أو أنك أنت مقعد أو أنت امرأة أو عجوز. هلأ مبلغ الجزية قد يختلف، يعني في ناس بيقول لك أنه مندفعهم كلهم نفس المبلغ، ناس بيقول لك لا احنا بنقسمهم ثلاث اقسام، الغني مبلغ، المتوسط حالته متوسطه مبلغ اخر ابسط، والفقير مبلغ اخر، ثلاث مبالغ يعني. فاختلفوا الفقهاء
إذا كانت مبلغ واحد أم لا. هلا في ناس دفعوا نسوان جزية، هم المسيحيين العرب اللي رفضوا يدفعوا جزية، فدفعوهم الضعف ودفعوا النسوان معهم علشان يزيدوا كمان الإهانة لها أصلا. لن ندخل عند المجوس، قلنا عنهم. في واحد المفسرين قال قتال الكفار على ثلاث أنواع، في وجه يقاتلون حتى يسلموا، على ثلاث يعني منهم يقاتلون حتى يسلموا، هذول اللي مش من أهل الكتاب ولا يقبل منهم إلا الإسلام، وهم مشركو العرب والمرتدون من الأعراب أو من غيرهم. هذول الجزء الأول لن يقبل منهم الجزية، يا يعني إما بصيروا مسلم يا يعني إما يقتلون، وضبط الحال مع توابعها، يعني نسوانهم يسبوا وأطفالهم يسترق وبصيروا عبيد، المقاتلين يقتلون وما شابه ذلك. أوكي، في منهم غيرهم يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. هذا الجزء اللي تكلمنا عنه هون، وهم اليهود والنصارى والمجوس. فأما اليهود والنصارى بهذه الآية، وأما المجوس بالخبر، المجوس لأنه في حديث نبوي. أوكي، وفي الوجه الثالث واختلفوا فيه، وهم المشركون من غير العرب وغير أهل الكتاب، مثل الترك والهند ونحو ذلك. في قول الشافعي لا يجوز أخذ الجزية منهم، وفي قول أبو حنيفة وأصحابه يجوز أخذ الجزية منهم كما يجوز من المجوس لأنهم من غير العرب. قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى، هيك يعني هو بيذكر انه اوكي. الشافعي يقول له لا، احنا مش على اساس الجنس وعلى اساس الدين، فاذا كان من اهل الكتاب لناخذ منه، اذا ما كانش من اهل الكتاب كان عربي ولا مش عربي من دفعه مقدار الجزيه نحن تكلمنا عنه. موعد الجزيه منهم بيقول لك تدفع في بدايه السنه، منهم بقول لك لا تدفع في آخر السنة، يعني حسب الموعد الحاصله. سبب إعطاء الجزية، ناس احتجوا قال كيف يجوز إكرار الكفار على كفر بداية الجزية، إذا بتقول له أوكي أنت تدفع الجزية وإحنا مش هنقتلك، يعني كأنك بتعترف بكفرهم. يقول لك لا، إحنا ما نعترفش بكفرهم، لكن إحنا يعني نمهلهم، بقول هنا بالحرف الواحد، وإنما الجزية عقاب لهم على إقامتهم على الكفر، وإذا جاز إمهالهم بغير الجزية لاستدعاء إلى الإيمان كان بإمهالهم بالجزية أولى. يعني هنا نمهلهم، نقول لهم أوكي إحنا مش هنقتلكم، ادفعوا الجزية بعدين، بلكن الله هداكم للإيمان، وهو الدين الإسلامي. أوكي، الآن لن ندخل في كل التفاصيل، المهم عندي من أن نصل لنقطة أخرى. أوكي، هناك تفسير الصوفة، في بعض المفسرين الصوفيون عندهم تفسير آخر، بيقول لك إنه ما بيفسروا الآية تفسير مثل التفسير اللي احنا تكلمنا عنه، بيقول لك إنه انت حتدفع الجزية لنفسك اللي هي بتتمرد على الله، يعني انت هنقرأ الجملة بس هدول كلها من الذين أوتوا الكتاب، أي من النفوس التي ألهمت بالإلهامات الربانية والخواطر الرحمانية، ثم غلب عليها الهوى ومالت إلى الدنيا وشهواتها وما عملت بما ألهمت، فأمر بقتالها وجهادها، يعني الواحد بيقاتل نفسه، يعني بيعذب نفسه مو بيعذب الغير، لأنه نفسه لا تطيع أوامر الله، فأمر بقتالها وجهادها وما خالفتها حتى يعطوا الجزية، وجزيتها معاملتها على خلاف طبعها، يعني أنت
بتجازي نفسك، بتجازي نفسك، يعني بتتحمل مشاكل، بتعذب نفسك علشان انت ما بتآمن بالله مثل ما لازم. يعني هي موجهة للإنسان، مو موجهة لليهود والنصارى. بس هدول كله، في هناك واحد مفسر، مفسر صوفي، رغم أنه صوفي، لا هو بيعطي نفس المعنى، نفس المعنى. شوف بيقول واحد صوفي، بيقول يعني استغربت منه، بيقول: قاتلوا أيها الغزاة الحماة لدين الله المشركين الذين لا يؤمنون بالله وتوحيده ولا باليوم الآخر المعد لجزاء الأعمال، وإن تفوهوا بالإيمان مداهنة، وإن تفوهوا بالإيمان مداهنة ونفاقا لا تبالوا بإيمانهم. بقول إحنا مؤمنين، يقول لك لا أنت مش مؤمن، أوكي. وهم ليسوا مراعين مقتضى الإيمان، إذ لا يحرمون من المحرمات ما حرم الله ورسوله بإذنه سبحانه، وبالجملة لا يدينون ولا ينقضون دين الحق المنزل على الحق ليصلوا إلى مقر التوحيد. وإن كانوا يدعون أنهم من الذين أوتوا الكتاب، أي يدعون إتيانه إياهم، إذ هم ليسوا على مقتضى الكتاب، وإن ادعوا بهم وبادعائهم، بل قاتلوهم إلى أن تذلوهم وتصاغروهم حتى يعطوا الجزية، هي التي تجزى بها دينهم، حماية لهم عن يد، أي حال كون إعطائهم صادرة منهم عن يد قاهرة غالبة عليهم، وهم في حين الإعطاء صاغرين، ذليلون، مهانون، يؤخذ من لحاهم ويضربوا في لهازمهم. هذا صوفي. هذاك الصوفي بيقول لك لا، هو الجزية هو ضد نفسك. هذا صوفي لا، لا يختلف عن الآخر. ثم أضمر بقتال النفس المشركة. يعني أنت بتقاتل نفسك، هذا الصوفي اللي يعني المهضوم، الباقين لا. طب منيح، هلا حنشوف لك تفاسير حديثة. هناك تعرف حزب التحرير الإسلامي، حزب التحرير الإسلامي في كاتب دستور وعمل مذكرة تحضيرية، مذكرة تفسيرية لهم من حوالي 300 صفحة وأكثر، موجودة على الإنترنت، بيقول لك: والصلح بين المسلمين والكفار إنما يكون عند قبولهم الجزية، ما في السلام، ودخولهم تحت حكم المسلمين، لأن الإسلام قد أمر المسلمين أن يخيروا الكفار الذين يحاربون بين ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب. فإذا حصل الصلح وهم كفار، لا يكونوا إلا في حال دفع الجزية ودخولهم تحت الراية الإسلامية. حزب التحرير في مكان آخر بيقول له: نحن يجب أن نحارب الآخرين حتى وإن لم يعتدوا علينا. حزب التحرير بيعتبر أنه الجهاد مفتوح. الشعراوي، الشعراوي شو بيقول؟ بيقول لك: شوف ازاي النبي محمد عامل منيح النصارى، ده كان ابن كويس، ده ولد كويس. بيقول: معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب كانت إما أن يسلموا، أسلموا، إما أن يعطوا الجزية مع استبقاء الحياة. ولذلك قال الله، قال الحق تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد، عن يدهم يد، يد وهم صاغرون، أي حتى يؤدوا ما فرض عليهم دفعه من أموال مقابل حصولهم على الأمان والحماية، وفي هذا صون لدمائهم. ولذلك نجد أن المسلمين قد فتحوا بلادا غير إسلامية وصاروا قادرين على ركاب، ولم يقتلوهم بل أبقوا عليهم، وإبقاء الحياة نعمة من نعم الإسلام عليهم. يعني إحنا لما ندفعهم الجزية لا، منهت عليهم. إحنا خلينيكم أحياء. أوكي. تفسير سعودي، تفسير سعودي موجود على الإنترنت رسمي، اللي موجود على موقع المصحف، المصحف السعودي: أيها المسلمون، قاتلوا الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث والجزاء ولا يجتنبون ما نهى الله عنه ورسوله ولا يلتزمون أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى،
حتى يدفعوا الجزية التي تفرضونها عليهم بأيديهم خاضعين أذلاء. هذا تفسير رسمي للسعودية، مكتوب من نخبة من أساتذة التفسير في الجامعات السعودية، وموجود على موقع المصحف الشريف بتاع السعودية بكل صراحة. أوكي، لن ندخل في التفاصيل. هلا القرآنيون هذول اللي بيقولوا إحنا ما بنتبع السنة، بنتبع فقط القرآن، بيقول لك إنه الجزية هاي فقط عند لما بيعتدوا علينا، لما بيعتدوا علينا بندفعهم جزية. مثل لما ألمانيا انكسرت بالحرب العالمية الثانية دفعوها تعويضات، فهو بيعتبر الجزية بهذا المعنى. لكن هل ما القرآن بيقول لك دفعهم الجزية؟ بيقول لا، هذا ما هو للعصور السابقة. فهو بيرفض، بيقول لك ما لناش احنا لا بأبو حنيفة ولا بغيره وغيراته، لا، فلا نحتاج لشافعي وحنفي وحنبلي ومالكي، الحمد لله الذي فصل كتابه. يعني هو بيقول لك لا تلوموناش على الجزية، ده فقط للمعتدين. هلا الجزية في مصر على فكرة بحثت فيها إنه لم تلغى الجزية في مصر وكمان في الإمبراطورية العثمانية إلا عام 1855. 1855، ومرسي لما وصل للحكم قال المسيحيون سوف يؤخروا، سوف يخيرون بين الثلاث، إما يصيروا مسيحيين أو يدفعوا الجزية أو يتركوا البلاد. مرسي، الرئيس مرسي اللي الآن في السجن. أما يصيروا مسلمين قصدك؟ أيوة، يا بيصيروا مسلمين يا بيدفعوا الجزية يا بيتركوا البلاد. خيرهم، وهدول أهل البلد. هدول أهل البلد، يعني بتحكي الأقباط أهل البلد، كلمة قبطي يعني مصر. هو عايز يدفعهم الجزية. يعني ايه؟ هو ما بده يعاملهم معاملة المواطن. هلا لما نابليون احتل مصر 1798، احتل مصر، ألغى الجزية عن المسيحية، عن النصارى. 1798 احتجوا عليه رجال الدين المسلمين لأنه معاشهم كان من الجزية، كان الشيوخ يستلموا معاشهم من الجزية اللي دفعوه المسيحيين. فاهم علي؟ فهنا أوكي، داعش والجزية. هلا جزية جت على، لما جت داعش فرضت على المسيحيين الجزية، فرضت على الجزية و خلتهم يمضوا على عقد أمان، على عهد أمان إنهم يفرضوا عليهم الجزية، ولكن ليس هو الشرط الوحيد. هناك عدة شروط طلبوا منهم، إحنا هنقرأها حتى نكون على بينة ما هو الفكر. وهو في الواقع لا يختلف عن عقد الذمة اللي عرفه التاريخ الإسلامي. هنقرأه، مهم نقرأه حتى يكون على بينة، مو كل الناس بيصلوا له. أنا عندي هنا صورة له، نص عهد الأمان الذي أعطته الدولة الإسلامية للنصارى الرقة مقابل التزامهم بأحكام الذمة. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، القائل في محكم التنزيل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هم عملوا هذه المعاهدة فقط مع النصارى، ما عملوهاش مع اليزيديين، لأن اليزيديين يعتبرون مشركين، هدول خيروا ما بين الإسلام أو القتل وسبي نسائهم. فهم علي؟ يعني هم عملوا تماما كما يقول الشرع. طيب بضيف، ونشهد ان لا اله الا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
ونشهد أن محمدا عبد رسوله صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال. فهمت علي؟ إنه محمد الضحوك القتال، شفت؟ بضعوها حرفيا، يعني أوكي، الذي بعثه ربه بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وأنزل عليه براءة والأحزاب والقتال. ونشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه، واذكر الآية القرآنية. الحمد لله على عزة الإسلام ونعمة التمكين. نعمة التمكين يعني إيش؟ بقول لك إنه المسلمين ملزمون بتطبيق أحكام الإسلام لما يتمكنوا. إذا مش ممكن، مش ممكن. فقال هم هل احنا نتمكن؟ احنا حنفرض ايوه طيب. وله الشكر واصبا الى يوم العرض والدين. وبعد، هذا ما اعطاه عبد الله ابو بكر البغدادي امير المؤمنين نصارى الرقه من الامانه، اعطاهم امانه لانفسهم واموالهم وكنائسهم وسائر ذراريهم في ولايه الرقه. لا تهدم كنائسهم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من شيء من اموالهم، ولا يكرهون على دينه ولا يدار احد منهم. واشترط عليهم أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة ولا صومعة، ولا يجددوا ما خرب منها. يعني إذا الكنيسة تهدمت لازم تخليها مهدومة، ممنوع تصلحها. أظن نفس العهد العمرية تمام. في مصر إذا عايز تبني بيت خارج بعيد عنك، يعني مكان مشان تخرب فيه في الكنيسة، لازم تكتب لرئيس الدولة، تأخذ الإذن من رئيس الدولة، عايز أبني بيت خارج في الكنيسة، وبياخذ منك 10 سنين. فهم علي؟ أوكي. كله إذا خرب شيء لا تصلحه. أن لا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين أو أسباقهم، ولا يستعملوا مقبلات الصوت عند أداء صلواتهم، كذلك سائر عباداتهم. أن لا يسمعوا المسلمين تلاوة كتبهم وأصوات نواقيسهم ويضربونها في داخل كنائسهم. أما المسلمين ممكن يأذنوا بطبيعة الحال، ممكن يزعجوا البلد كلها، مو مشكلة. أما الآخرين لا. فهم علي؟ أوكي. أن لا يقوموا بأي أعمال عدوانية تجاه الدولة الإسلامية، كإيواء الجواسيس والمطلوبين قضائيا للدولة الإسلامية، أو من تثبت جرابتهم من النصارى ومن غيرهم، أو مساعدتهم في التخفي أو التنقل أو غير ذلك. وإذا علموا بوجود تآمر عن المسلمين فعليهم التبليغ عن ذلك. أن يلتزموا بعدم إظهار شيء من طقوس العبادة خارج الكنائس، يصلوا داخل كنائسهم. يا أخي طب ليه ما تعمل نفس الشيء؟ أنت كمسلم صلي بجامعك، مالك أنت؟ لا بتفرض على الغير. أوكي. أن لا يمنعوا أحدا من النصارى من اعتناق الإسلام إذا هو أراد ذلك. إذا مسيحي صاير يصير مسلم اسمحوا له. طب وإذا المسلم عايز يصير مسيحي؟ لا، يقتل. لا، طريق مسدود، طريق واحد، ما تقدرش اتجاه واحد. مسيحي يصير مسلم أهلا وسهلا، أما مسلم يترك يقتل. أن يوقروا الإسلام والمسلمين فلا يطعنوا بشيء من دينهم. أوكي. يلتزم النصارى بدفع الجزية عن كل ذكر بالغ منهم، ومقدارها 4 دنانير من الذهب على أهل الغنى، ونصف ذلك على متوسطي الحال، ونصف ذلك على الفقراء منهم، على أن لا يكتمونها من حالهم شيئا، ولهم أن يدفعوها على 2 دفعة في السنة. لا يجوز لهم امتلاك السلاح. لا يتاجر ببيع الخنزير أو الخمر مع المسلمين أو في أسواقهم، ولا يشربوها على نية، أي في الأماكن العامة. تكون لهم مقابرهم الخاصة بهم كما هي العادة. موضوع المقابر ده خطير جدا في كل العالم العربي والإسلامي، إنه تفرق بين الناس بالمقابر. أنا ضد المقابر الدينية. الحاصل أن يلتزموا بما تضعه الدولة الإسلامية ضوابط، كالحشمة في الملبس أو في البيع والشراء وغير ذلك.
فإنهم وفوا بما أعطوه من الشروط فإن لهم جواز الله وذمة محمد إلى آخره آخره. طيب يكمل. وإن هم خالفوا شيئا مما في هذه الوثيقة فلا ذمة لهم. وقد حلل الدولة الإسلامية في العراق والشام منهم ما يحل من أهل الحرب والمعاندة. في واحد من الرقة قال أنا ما بدفع جزية، قتلوه. أوكي، أنا حاليا للعلم واحد اتصل بي بيقول لي أخ سامي أنت بتشتغل ليش ما بتفتح لك حساب اللي عايز يدفع فلوس تبرعي لك خليه يدفع لك مبلغ تبرع. أنا كتبت مقال في الحوار المتمدن، في الحوار المتمدن قلت أهو اللي بعمله، اللي قالوا لي أدفع أعمل حساب ما بجبركم، اللي عايز يتبرع يتبرع أهلا وسهلا بيه. حطيت المقال في الموقع في الحوار المتمدن. فواحد دق علي قال لي هذه سرقة في وضح النهار، انت ازاي عايز تعمل مثل الكنيسة عايز تاخد فلوس الناس، انت سراق حرامي واللي تريد. فكتب لي عدة تعليقات ممكن واحد يقرأها في المقال في الحوار المتمدد. قال شوف الاختلاف بينك، محمد لم يقبل ابدا هدية من احد. قلت له طب انت بتعمل ايه بالجزية وايش تعمل بالاخر من الفلوس؟ ذكرت له كل الايات اللي محمد بيطالب فيها الفلوس. بعدين صديقته صاحبته اللي أعطاها ملك مصر عطايا ما كان مو كانت هدية أبلة. مثلا قلت له هل تقول لي كم سبى نساء وكم استرق ناس وكم سرق؟ انا بطالب تبرع، محمد اللي يرفض الزكاة يقتل. مين افضل انا ولا محمد بالحالة هاي؟ قال لي لا لا تقارن. قلت له ازاي لا تقارن؟ الله انا نبي اطلب تبرع لل أقدس من لحية محمد وأبو محمد بصراحة يعني. يعني مش انا اقول لك. قلت له طب والجزية؟ والجزية طب ما بتدفعوا الناس جزية، واللي مش عايز يدفع جزية يقتل. هل انا افرض عليك انك تتبرع لي؟ لا بابا لا اقتلك ولا شيء، انت حب تبرع اهلا وسهلا بيك. الحاصل مش انا اقول لك يعني اهو احنا هنتوقف عند هذه الحلقة، عند هذه النقاط اللي ذكرناها عن الجزية وكتاب الجهاد اللي اتكلمت عنه في الحلقة السابقة. الآن متوفر على الإنترنت ومتوفر في أمازون، وهذا الكتاب سيصدر باللغة الفرنسية لكن مع النصوص كاملة باللغة العربية، يعني حوالي 80 تفسير، 80 تفسير تذكر فيه ماذا قال المفسرون عن آية الجزية، كيف تدفع وتبريراتها ومن يدفعها إلى آخره. فمن هون 10 أيام آمل يكون منتهي من الكتاب، وصدعه مجانا، حتى اللي ما بفهم فرنسي ممكن يرجع له لأن النصوص الأصلية كلها بالعربي. نتوقف هنا أخي النبيجان، وإذا في أسئلة بنرد عليها. أنا بتشكرك كثير نبينا سامي، أنا أصدقائي فتحت السكايب وبتمنى مشاركاتكم طبعا، ويا ريت تتصلوا فينا وتعطونا آراءكم. بالحقيقة نبينا التعليقات ما في تعليقات كثير اليوم، ما بعرف شو موضوع الجزية كذا يظهر ما وشاد الأصدقاء، أكيد. بس في صديق اسمه أبو مريم الأزيدي بصراحة هو عافلنا يمكن مليون تعليق، عم بيقول أرجو من الأخوين جان وسامي أن يتكلموا عن هذا المقطع الخطير والتقرير الأكثر خطورة عن تحول العالم العربي للإسلام الغربي، على العالم الغربي للإسلام في الوقت الذي يتحول فيه المسلمين للكفر، بمعنى هل هو استبدال المؤمنين الذين كفروا بغير المؤمنين كما جاء في القرآن وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم إلى هالمجرة يعني. بدي أرد عليه، هذا جميل جدا، هذا أظن هي سيدة أو ما أعرفش الحاصل، مهما كان جنسها أو جنسه الحاصل. هو أنا في ناس مسلمين بيتصلوا بي بيقول لي أنا عايز أصير مسيحي، بقول له هاي شغلتك، أنا عمري ما دعيت حد يصير مسيحي، عمري ولن أدعو أحد يصير مسيحي، لأنه أنا أعتبر هذه تجربة شخصية.
وأذكر واحد مسلم، واحد كان يدرس في كلية لاهوت هنا، يوم من الأيام بيقول لي، جاء عندي، هو مسيحي أصله، قال لي أنا أعلنت إسلامي وقررت إني أختن نفسي. قلت له ليش؟ قال له لأني وقعت بحب واحدة مصرية، وفقدت أفضل هدية أهديها إني أصير مسلم وإني أختن نفسي. قلت له يعني شايفتك ثقيل، حبيت تخفف من وزنك ولا شو؟ فيا انا كتبت فقر سطر صغير، انا كل اللي اعرفهم اللي صاروا مسلمين هم اما علشان وقعوا بحب بنت ومجبور يصير مسلم، وشكلا عامة بصير مسلم شكلا، او انه مخبول، يعني عقله مش براسه. ما في حد بيدخل السجن الا اذا كان تاهي الطريق، ما حد بيدخل السجن الا تاهي الطريق. يعني مره واحد جزائري، هو طبيب، مش عندي في المكتب، بيقول لي انت يا سامي مع كل المعلومات اللي بتعرفها عن الاسلام، لو بتصير مسلم ده مكسب كبير لينا، مكسب، فامتى حتصير مسلم؟ قلت له سؤال غريب. بيقول لي ليه؟ ليه غريب؟ ليه غريب؟ بيقول لي، قلت له من امتى باين علي علامات الهبل؟ قل لي ليه اللي بصير مسلم هو اهبل؟ قلت له اهبل ونص، حد بيدخل السجن هو عارف اللي فيه؟ انا بس بدي اسالك بهالموضوع هذا، شو تفضل. تاثير الدعايه السعوديه على موضوع انه انتشار الاسلام وينتشر بسرعه وهالحكي هذا، شو تاثير موضوع الدعايه السعوديه على الموضوع؟ ايه شوف، في الواقع في الغرب هناك اكثر ناس يتجهوا الى المخدرات مما للاسلام. هناك اكثر في الغرب، يعني لو تعد عدد الناس اللي يتجهوا الى المخدرات مئات المرات اكثر من اللي بيتجهوا للاسلام. فلو كنت تعتبر الاتجاه إلى شيء هو لأنه أفضل من غيره، فالمخدرات أفضل من الإسلام بالحالة هاي، طبيعة الحال. يعني هم بفضلوا المخدرات على الإسلام. هو أصلاً الإسلام نوع من أنواع المخدرات، يعني مش تمام. هو جارودي، روجر جارودي، ده فيلسوف كان أولاً ماركس كاثوليكي، ثم صار ماركسي. لما انتهت الماركسية هو كان عنده طبع مثل محاكم تفتيش، فما وجد أفضل من الإسلام إنه يدخل فيه، فراح دخل الإسلام. لما دخل الإسلام أبدى بعض آرائه، السعودية كفرته. أنا شخصيا كل مسلم، كل مسيحي صار مسلم، أنا ما بهمني بتاتا، تصير مسيحي، تعبد الكرد، تصير مسلم، تصير بوذي، الكرد ياخذك. الكرد ياخذك، انا ما لا يقدم ولا يؤخر، وابدا ابدا ما دعيت احد انه يغير دينه ابدا. الشيء الوحيد اللي بطالب الناس انهم يستعملوا عقلهم بس، وبعدين هم حرين، يكسر حياة السجن اللي هم فيه السجن. لكن انا بقول كلمة الحاد انك تفكر بطريقة عقلانية، ممكن تكون مسيحي وملحد، ممكن تكون مسلم وملحد، يعني أنا بفضل أنكم تتجهوا جميعكم إلى الإلحاد، يعني تستعملوا عقلكم، هذا هو. أما إن صرت مسيحي ولا صرت مسلم، هو مش بالعدد، هم مش بالعدد، هو راحة ضميرك. إذا أنت مرتاح بالإسلام والله أهلا وسهلا بيك وصير مسلم، إذا أنت مرتاح بالمسيحية أهلا وسهلا بيك، مرتاح بالبوذية أهلا وسهلا بيك. هو السماح للإنسان إنه جاء. وأنا حتى كتبت مقال، دين بالمزاد العلني وحسب الطلب. يعني أنا بيجي بيشتري 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 من عندك شيء، ما عجبني بروح عند جارك، ما عجبني البضاعة بروح عند الغير، ليش تلزمني بدين معين؟ لا، لكن المسلمين برفضوا هاي الفكرة، هم بيفكروا إنه كل الناس لازم يشتروا من عندهم. هذا غباء، هذا غباء، يعني ما بعده غباء. هلا والله ان شاء الله كل الغربيين بصيروا مسلمين، وانا شو بهمني؟ لا بقدر، بالعكس، يعني انا بقول انه هدول يعني ان صاروا مسلمين. انت تعرف لو الغرب صير كله مسلم، المسلمين اللي فيه
لازم يدوروا على بلد آخر، لأنه حصيروا يصير بلاد خراب مثل بلادهم، فحيروحوا فين؟ فحيروحوا فين؟ يعني لنفرض سويسرا صارت مسلمة، لنفرض صارت مسلمة، أسبوع بعدين بتصير مثل سوريا. بالضبط إيه، بالضبط. مين بده يعيش بسوريا؟ مين بده بالكثير يعيش مثل بسوريا؟ المغرب يعني. ايه، لا ما ما يعني يعني غراب غراب بلكش على خراب عيشه. لا، وبعدين حيروحوا فين اخواني؟ يروحوا فين اللي عايش، اللي جو على سويسرا علشان هنا وسووها مسلمة، وحيخربوا البلد من اولها لاخرها، حيبوظوها كاملة، فاهم علي؟ بعدين يروح على القطب الشمالي، لذاك بيقول انه لو المسلمين راحوا على الجنة بيخربوا الجنة، بعدين بروحوا وين؟ على الجحيم، بشوفوا الكفار اللي عمروا الجحيم، وبعدين راح يخربوا الجحيم كمان، لانه هذا ديانة خراب. لان انت شفت شو تذل الناس، يا بتصير مسلم يا بنذلك. الكراهية، القدر، الكراهية اللي موجودة في هذا الدين لا يمكن ان تبني عليها شيء ايجابي، ابد ابد. الحضارة لا تبنى على كراهية، الحضارة تبنى على محبة. اختار الدين اللي تريده، لكن انت حكم ضميرك، انا ما لي دخل بيك ابد، ما بهمني. ان شاء الله كل الغربيين بصيروا مسلمين. ليش لا؟ الله يهديهم، الله يهديهم مشان يخرب بيتهم. تعرف النكتة الحلوة، انه واحد سوري، واحد جنود سوريين على الحدود قبل، امام الجيش الاسرائيلي، بيقول نحن رئيس الاسد، وكانوا فخورين، نحن رئيس الاسد فخورين. كل يوم الصبح يقول نحن رئيسنا الاسد، نحن رئيسنا الاسد، نحن رئيس. فهذول الجنود الاسرائيليين اللي سابعوهم قدامهم انتكست معنويتهم، يعني شو هدول فخورين بهالدرجه هاي بالرئيس تاعهم؟ شو راحوا عند علماء النفس قالوا لهم اخواني هدول قاعدين يعني بخربوا معنوياتنا النفسيه، كل يوم الصبح فخورين انه رئيسنا الاسد، رئيسنا الاسد. عدت علماء النفس قالوا لهم مو مشكله، ثاني مره لما بتكونوا قدامهم بتقولوا نحن رئيسنا مش ديان، نحن رئيسنا مش ديان، نحن رئيسنا مش... ثاني يوم بروح امام السوق نحن رئيسنا مش ايه ده. فالسوريين شو بيقولوا؟ ايه مش مشكله، بكره بدنا نقطع الكهرباء. بكره بدنا نقطع الكهرباء عندكم، هتشوفوا. اللي يدخل الاسلام مثل اللي بدخل بنكره خرا بيني وبينك. ما بيطلع منها ولا بيستفيد منها. مفارقة، أنا ممكن أسردها حالا. يعني الفرق بين أسبانيا والمغرب، دولتين متجاورتين على الحدود. المغرب خرج، أسبانيا خرج من الإسلام وطول فيها الإسلام، نعرف 800 سنة خرج من الإسلام خلال هالفترة هاي. يعني أسبانيا الناتج القومي حاليا أكثر من الوطن العربي كله، العالم العربي كله. أخذ مصر أخي، أخذ مصر، مصر أم الحضارات، أم الحضارات، قامت بأمورها أول ما دخلت الإسلام. هلأ صاروا اليوم الأخبار إنه ناس اللي غرقوا في البحر هاربين من مصر مشان يروحوا على أوروبا. شو القصة؟ شو القصة؟ واحد قال لي، واحد صديق، ما أعرفش وين سمعت الخبر هذا، إنه بقى واحد مسلم جاي لكندا كل همها تساوي الكنديين مسلمين، بقول لها بس بكره ان حولت الى كندا الى دوله مسلمه اولادك حيطلبوا اللجوء السياسي في دوله اخرى عشان يهربوا منها. هي المشكله، هم مش عارفين انه هذه يا للاسف. اذا المسلمين لم يغيروا ديانتهم بالكامل بالكامل، ينفضوها نفض، واول شيء يعملوا يحطوا في القران في المتحف، لازم يحطوا القران فيها. بلادهم رايحة للخراب، بلادهم رايحة للخراب يا للأسف. نحن أنا أتأسف، مصر أم الدنيا يصير فيها اللي صار. وبعدين بتفتخر إنه والله واحد لاعب فوتبول صار مسلم، والله طز وطزين ثلاث،
واحد حب بنت مسلمة، جبروا أهلها علشان تصير مسلمة، يصير مسلم. ولا أخته سوريا توزع. والعراق؟ نعم، سوريا والعراق شو صار فيها الشركة؟ مثلا بكل ليش انت شو تقارن حالك لمحمد؟ قلت له شو اعطاكم محمد اللي خراب البيوت؟ شو اعطاكم محمد الخراب؟ قال لا، احنا هدمنا، احنا فتحنا امبراطوريتين. قلت له اخي مو القصه انك تهدم، المهم انك تبني. انت كل كم سبيت وكم قتلت وكم شو، هاي هدمت حضارات، انت ما بنيت حضارات، ما بنيت حضارات. الامازيغ كان عندهم من اكبر المفكرين، احتلوا 13 مره جبروهم يصيروا مسلمين، 13 بالعصا، بالعصا جبروهم. وهلا في رده كامله، الامازيغ يرتدوا اكثر واكثر عن الاسلام. وانا بكل صراحه انا بقول لا ادعو احد يصير مسيح، لا ادعو ابدا، ولا يهمني العدد، انا مو قصه عدد، لا، فاهم علي؟ بس كل اللي بقوله انه يا ناس استعملوا عقلكم. واحد بيقول لي هاي طبعتك للقرآن يجب ان تحرق لانه فيها سموم. قلت له اخي اللي بيحرق الكتاب بينتهي بحرق انسان. انت القرآن بيقول تدبروا القرآن، مين طبعتي افضل ولا طبعت السعودية؟ مين اللي تدبر القرآن افضل؟ مش طبعتي افضل؟ ليه بدك تحرق كتابي يا اخي؟ اقرأوا، ما هو مجانا اخي. بس هدول اغبياء. بعدين بتهمني بالصهيونية، بالامبريالية، بالامريكية، بالعنصرية، بي 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 يا اخي. يعني هو المشكلة تاعته انه خلينا على حالنا، ما تنتقد الاسلام اخي. حط عقلك براسك، تفضل. طبعا انا بس بدي انوه السائل هاد، يعني المشكله ما هي مساله انه اسلام ومسيحيه، يعني مين بده يدخل الدين بيقول لك الحمار الطير. الصاير يا اخي او اختي، يعني الصاير انه نحن في 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 مثل ما بقولوا بمرحله تاريخيه مفصليه، هي مرحله الانترنت، مرحله الوعي، الهجوم على الإلحاد أو موجة الإلحاد أو موجة التفكير العلمي، خلينا نقول ما هي موجودة بس بالعالم العربي صدقوني، يعني موجودة بأمريكا عم بتصير، بكندا، بأوروبا، بأفريقيا، بالصين، بالهند، هاي موجة عالمية، ما هي موجة والله الإسلام ولا بالمسيحيين، من البوذيين، من كل هالديانات هاي، يعني ما هي مسألة متعلقة بداعش ولا غير داعش. نعم داعش هي أحد الأسباب المنفرة من الإسلام، هذا صحيح، بس لكن ليست كل الأسباب، يعني هي سهولة المعلومة المتداولة، الإنترنت هو السبب الرئيسي في ترك الناس للدين، يعني لأنه عم بيعرفوا الحقيقة، المعلومة صارت سهلة، أي كلمة حطها على جوجل بتجيب لك ملايين الأحاديث وبتفهم كل الناس، يعني أي ولا شو رأيك نبينا بهالنقطة؟ أكيد أكيد. هذول واحد بيقول لي أخي أنت وضعت القرآن بالتسلسل التاريخي، كيف عرفته إنه هذا التسلسل؟ قلت له هذا كتبته في المقدمة تاعك. قلت له لا، أنا بديش أقرأ كتابك، بدي أسمع منك. قلت له ما أنا ليه بدي أحكي لك إياه، كتبته بالكتاب تاعي. قال بيقول انا عندي القران. قلت له بس بالقران تاعك مش مكتوب، مكتوب بالمقدمه تاعي. مش عايزين يستعملوا عقلهم. انا محتار منهم، بس اهو نحاول على قدر، وارجو انه المسلمين او غير المؤمنين كلهم ما يفكروا انه هذا تهجم عليهم، بالعكس نحن نحبهم، هم اخواننا واخواتنا، يعني ما في اي بغض لما بحكي لهم، هذا كله لمصلحتكم. خربت البلاد، افتحوا عينيكم، اشتروا تلفزيون وتفرجوا على اللي بصير، وفكروا بلكن الله هداكم. تفضل. بكل تاكيد. في اخ اسلام عم بيسال ما الفرق بين الجزيه والزكاه، وهل كانت الجزيه موحده على جميع الافراد ام كانت حسب الأنصبية مثل الذكاء الأنصبي الأنصية؟ الحاصل أنا فهم مفهوم السؤال. هو الوضع هو الآتي،
هو الوضع الآتي، هناك ناس كثيرين يقول لك ما هاي الجزية، هاي الجزية هو دولة بتضمن لك حقوق، فأنت بتدفع هذه الجزية، يعني مساعدة منك للدولة، أو يعني جزء من مساندة للدولة، لأن هي بتقوم بحمايتك. لكن النصوص اللي احنا قرأناها كلها وهي معتمدة من مفسرين، إنه الهدف من الجزية هو مذلة غير المسلمين، المذلة بتاعت غير المسلمين. هلا برضو ما هم المسيحيين، المسيحيين اليوم بيدفعوا ضرائب في أي دولة، أما اليوم هي دولة المواطنة، مش عايزين دولة مواطنة، بقول لك أنت مسيحي تدفع الجزية، أنت كافر تقتل. إزاي هتعيش مع الناس؟ إزاي مع ليش ما تعامل الجميع إنهم كمواطنين؟ ليش ما تعامل الجميع كمواطنين؟ كلنا بندفع ضرائب، مصر بتدفع ضرائب، المسيحي مثل المسلم مثل البوذي مثل اللي تريده، كلهم بدفع. أما أنت لما تبدأ تفرق بتقول لك أنت يا مسيحي بتدفع جزية ما بتدفع ضرائب. طيب والبهائي، البهائي ما بيعترفوش فيه، هذا يجب قتله. إيه هذا المجتمع؟ يجب أن تبني مجتمع مواطنة، المواطنة تعني أن تعامل الجميع بنفس القانون، مو على أساس دينك. لنفرض أنت مسلم وبكرة بدك تصير مسيحي أو العكس، إزاي هنتعامل معك؟ تزرع الهمجية في البلد، أعطي الحرية. أذكر هنا للي ما بيعرف إنه الدستور السويسري في إحدى مواده بيقول كل شخص بعمر 16 سنة يحق له أن يغير دينه، موجود في الدستور حرفيا، كل شخص له الحق أن يغير دينه بعمر 16 سنة. اعطني دولة إسلامية أو عربية تسمح بهذا، ما فيش. والدستور ما بيقول لك لازم تحول دينك للمسيحية أو لهيك، لا، حر، إن شاء الله بتصير دين، مش دين مسيحي مسلم يهودي اللي تريده أنت، حق. الدول الإسلامية لا، أنت تغير دينك فقط للإسلام، أما تخرج من الإسلام لا. بطل الإنسان له ضمير، أنت إذا تتبع دين لأنه هذا يناسب اعتقادك، تتبع تعبد الله حسب ضميرك، أما أنت تجبره على دين معين. أعرف واحد صديقي لي مصري راح يعبي أوراق الهوية، راح عبى الهوية ما كتبش الديانة في الهوية، قالوا له ما بصير، ما بنقدر نعطيك هوية، أنت لازم تكون واحد من الأديان. قال له شو هي الأديان الموجودة؟ قال له المسيحية اليهودية والإسلام. قال له كويس، اكتب لي يهودي. قال له ما بينفع. قال له اكتب لي يهودي. قال له لا ما بصير. قال له انت مش خيرتني بين الثلاثة، مش حر انا، اكتب يهودي. رفض. طب ليش؟ فهنا بسويسرا، بسويسرا يخيروك انت عايز تصير بوذي صير بوذي. انت امك، مال امك بديني بصراحه، مال امك بديني، ان شاء الله قرد، ان شاء الله بعبد القرد، انا بعجبني القرد يا اخي، انت مالك؟ ها، هنا اعطي الحريه للافراد. هذه المشكله. اوكي، تفضل يا اخي. للاسف اللي ما بيعرف طعم الحريه صعب. ايه، في الأخ ناجي عم بيقول هل كانت هناك جزية في المسيحية قبل الإصلاح والتنوير؟ شوف، كل المجتمع في العالم الغالب دائما يدفع جزية للمغلوب في أي ثقافة كانت، اليهودي لغير اليهودي، المسيحي لغير المسيحي، حتى الكاثوليكي للبروتستانتي، يعني ما فيش حد. ولهيك كانت الحروب طاحنة، الحروب الدينية طاحنة. الغربيين تأكدوا إنه هذا ليس الطريق السليم لعمل مجتمع مسالم، فاعتبروا أعطوا الجنسية للجميع بما فيهم اليهود. اليهود كانوا يعني من أكثر الناس مضطهدين هنا في الغرب. لا تنسى البروتستانتيين، في ليلة واحدة آلاف من البروتستانتيين قتلوا في مدينة بارتليمي، في مذبحة بارتليمي. بس هذه ليس معاملة جيدة، يعني إحنا يجب أن نترك فكرة إنه دين الدولة الإسلام أو غيره من، لا، الدولة لا دين لها،
هم الأفراد لهم دينهم، حرين بالديانة بتاعتهم. فالجزية كان موجودة في كل الحضارات، في كل الحضارات، لكن كلهم تخلوا عنها، كلهم تخلوا عنها، حتى إيه تعامل الجميع معاملة المساواة. وإذا لا تعامل الناس معاملة مساواة، أنت بتعمل دولة طائفية وبتعمل حروب طائفية، والنتيجة إحنا بنراها. أنا بشتغل بدفع ضرائب ديني، وأنت دخلت في إيه؟ شو؟ هذا هو، هذا هو، هذا كل المحسوب عليه. أما تقول لي أنت مسيحي ادفع هيك، وأنت مش مسيحي ادفع هيك، وشبه، لا هذا غباء. لا بس المشكلة إنه إيه؟ إنه القرآن قال، والقرآن كلام الله، يعني الله بيعرف أشياء أفضل من غيره، معناته هنفرض القرآن حتى في القرن 21. لك يا أخي لهيك القرآن تاعك ده مثل شريعة حمورابي، تسوى لزمنها ما بتسواش لعصرنا. إحنا يجب أن نبني مجتمع المواطنة، مجتمع مدني مو مجتمع ديني. أنت والله اصطف الأخي، واحد بيقول لي إن الله سيغضب عليكم، قلت له أختي أنا والله علاقتنا مثل العسل. عال العال، لا تدخلي بيني وبين الله، اهتمي بنفسك. أنت شو دخلك بي؟ إيه هي حاسبة حالها إنه الله معينها محامي عن الله. يا أخي ما حد عين أحد محامي، أنت اتبع ضميرك وكفاية وكتر خيرك بس. بس والدين هو المعاملة فقط، هي المعاملة. بتآمن محمد طلع على السماء؟ مثل واحد بيقول لي بتآمن انه محمد طلع على براك للسماء؟ قلت له والله مو مشكلة انه طلع، المشكلة انه نزل. يعني ما بيبني انه طلع، هو لو بكي فوق كان ارتحنا. صراحة كان مرتاح وريح يعني. مثلا كان ريح الحصان تاعه، ليه روحه جاية؟ بكفي روحه جاية، روح عادي، تفضل. طبعا اصدقائي، انا بشجعكم تتصلوا فينا على السكايب يعني، حتى تغنوا الحلقه. طيب في عندي تعليق من اظن الاخ اردوين بنسمي نفسه، عم بقول النبي سامي نوه مرتين الى دفاع الصهاينه عن الاسلام، يعني نوه مره قبل انه دفاع الصهاينه عن الاسلام والمسلمين في الغرب، ويساهمون بطرق مباشرة وغير مباشرة بإغراق الغرب بالمسلمين، فهل تخلص الغرب، تخلص العرب والمسلمين من خرافات الإسلام يشكل خطرا على العالم الغربي أو العكس، أو هو مخطط مدروس لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في أوروبا؟ شوف، اليهود بيساندوا المسلمين لأنه عددهم كبير، ولأنهم بيتفقوا معاهم ببعض الأمور، مثلا بالمقابر، مشكلة الختان، مشكلة ذبح الحيوانات، حتى عندهم قوانين عنصرية في الزواج المختلط تشابه القوانين الإسلامية. وأرجع وأقول إنه اللي كتب القرآن هو حاخام يهودي مسطول، أنا أؤكد على هذا، يعني هذا نتائج أبحاثي. فالمسلمين يطلبون دعم الإسلام في هذا الوضع، ولمصلحتهم هم. فتعال في دولنا العربية هناك حرب طاحنة بين اليهود وغير اليهود، أما عندنا بين اليهود والمسلمين، أما هنا بيستفيدوا من وجودهم بسبب عددهم، لكن آخر الأمر هي مش بمصلحتهم ولا بمصلحة المسلمين. اليهود بذاتهم، يعني أنا أعطيت محاضرة عن الإسلام، انتقدت فيها الإسلام، ولكن في نفس الوقت نوهت فيها إلى قضايا يهودية شائكة تشبه القضايا الإسلامية. في يهود تركوا القاعة، وفي يهود جاء قالوا لي إنه هذا الشريط تاعك يجب أن يقطع منه الجزء اللي اتكلمت فيه عن اليهود. قلت له ليه؟ قال لا، هذا المحاضرة عن الإسلام ما تتكلمش عن اليهودية. ليه؟ قلت له ما هو الخرى يشبه الخرى. انتوا دين خريات. انا كنت في مثل بدي اذكره بصراحة، وكنت متردد اذكر هالمثل هذا.
وزوجتي قالت لي لا تذكره، ولكن بما انه ذكرت انت الخرا عائشه السامعين انا راح اذكر هالمثل. اليهوديه والاسلام خريه وماشي عليها بسكليت. ايه بالتمام بالتمام، فصلها شغفتين يعني، فما اظن في فرق بيناتهم. لما انت بتعرف حبيبي هذا الكاتب الفلسطيني إميل حبيبي، إميل حبيبي ده أعطى مقابلة عن علاقة العرب، هو كاتب فلسطيني توفى الله يرحمه، بعيش في داخل إسرائيل، قال لي كيف علاقتك أنت مع اليهود؟ إيه علاقتك مع اليهود؟ فمدح وكل شيء. بعدين لما خلص المقابلة هو فكروا إنه سكروا المسجل، فبعدين قال لهم بدكم أحكي لكم الحقيقة، قالوا له آه شو بتقول؟ قال اليهود ما وجدوا أخرى من العرب فراحوا عند العرب مثلهم، خرى اجتمع على خرى. هذول سجلوا كلامه، قال يا خبر أسود وقعتوني. وهذا الواقع، وأنا قلت في إحدى مقابلاتي مع البط الأسود، قلت له إنه اليهود والمسلمين واحد ما تدريش مين أغبى من الثاني، ما تدريش يعني، هم يتسابقون بالغباء، يتسابقون بالغباء، ولولا انهم اغبياء لكان وجدوا حل، بس الله ما بحلها ما دام انه اغبياء. اخي العقال مش متفاهمين مع بعض، كيف تفهموا المجانين مع السواد؟ مش مستحيل، هدول اغبياء. اليهود بدهم نفض عقل، الفائده الوحيده بتاعت اليهود انهم اقلال، لو كانوا بعدد المسلمين كان غلبوا الدنيا كلها. وجهه ثانيه هم عندهم ذكاء، عندهم ذكاء، بس للأسف رجال الدين مسيطرين على عقليتهم، رجال الدين هم مسيطرين على عقليتهم بالتمام، مثل رجال الدين مسيطرين على العقلية الإسلامية. وما في يعني الفرق بين اليهودية يعني مثل بينك بيني وبينك يعني مثل كلب الصيد وكلب البيت، اثنين كلاب ما في فرق بينهم، ما في فرق بينهم. واللي بيحكي لك العكس غلطان غلطان، وانا بقول لهم هالحقيقه علشان يرجعوا لمخهم، مشان يجدوا حل للمشكله اللي ورطونا فيها. لا المسلمين عارفين يخرجوا منها ولا اللي هو عارفين يخرجوا منها، لانه اثنين واحد اغبى من الثاني منهم، وواحد اخرى من الثاني. بالضبط. بس هل هو مخطط كما قال؟ يعني السؤال هو انه مخطط ولا شيء عبث يعني؟ يعني اليهود يعني بيستعملوا كل فرصه مشان يتخلصوا من يعني يحموا نفسهم من اي باي مناسبه، هذا ذكاء اليهود، والمسلمين بيعملوا نفس الشيء. يعني هل هناك مخطط اسلامي؟ هل هناك مخطط يهودي؟ هل هناك مخطط غربي؟ لا، هي مناسبات، يعني تحدث مناسبات بيغتنمها الانسان مشان يحمي نفسه. انا لا اعرف يعني، حتى انت لما اذا بتشوف مناسبه لك انك تربح افضل او تعيش افضل او بتليك، حتجد نفسك انك يعني تجد حيله للخروج من المشكله. انا لا اعتبر انه هناك مخطط مؤامرات مثلك، لا، هو اغتنام فرص، لكن اغتنام الفرص تاع اليهود واغتنام الفرص تاع المسلمين او اغتنام الفرص تاع الغربيين هو غباء بغباء، اذا لم يكن مبني على عقل، اذا لم يكن مبني على عقل، لانه هو مش فقط تتحايل تتفصحن عن الناس، لا، المهم انه احكي بعقليه، هنا في مشكله نحلها بعقلانيه، مو نقعد نتحايل على بعض ونغش بعض علشان نغتنم الفرصه الموجوده، لا، هذا لا يفيد احد. تفضل. بكل تأكيد. في الأخ محمد عم بيقول مرحبا، ممكن أعرف توقعاتكم نهاية الحرب الدائرة الآن في العراق وسوريا بين السنة والشيعة، وكيف ستكون النتائج؟ إذا ممكن نطبق. والله يعني صحيح أنا نبي صحيح نبي، بس تعرف نبوته لهتلر، هتلر بيقول لك أنا العرب لا يهموني، لأنه آخر الأمر حيذبحوا بعضهم. أنا أظن المشكلة إنه هي مشكلة الضبع والمطبوع، الضبع والمطبوع. تعرف القصة هاي، هذا الضبع في بلادنا بيقولوا إنه بأخذ عقل الناس، بأخذ عقل الرجل، والرجل بصير ينادي يابا للضبع بالصوت، وبيلحقوا للمغارة تاعته
والمغاره والديب والضبع بيروح ياكله. علشان ما ياكلوش الضبع، اذا راسه دق بالحجر ونزل دمه، او واحد رمى على راسه حجر مشان ينزل الدم مشان يفوق. هلا اظن انه المسلمين مطبوعين، اما اهل الشيعة اما السنة. تشوف القتل والدمار اللي بيحدثوه يوميا في سوريا والعراق، بتكون لمصلحة مين هذا؟ لمصلحة مين؟ ما فائدة ان تموت لوطنك؟ لماذا لا تعيش لوطنك؟ لماذا لا تعيش وطنك بدل من ان تموت لوطنك؟ الوطن محتاج سواعد الجميع ومحتاج كل شيء الموجود، مو تهدمه. مين بده يبني بعدين؟ مين بده يبني؟ إذا بيكملوا هيك السلام حيكون فقط تحت الأرض، يعني في المقابر. بس إمتى حيرجعوا لمخهم؟ لما يتخلصوا من هذا الدين الخرائي. المعذرة، المعذرة أقولها هيك بكل صراحة، لما يقولوا إنه والله محمد جنننا، محمد جنننا، أخذ لنا عقلنا وفقدنا عقلنا وبطلنا نفكر، خلينا نفكر بطريقة سليمة أفضل. كل هذول المعتقدات اللي هذا سني نقتله، وهذا شيعي نقتله، وهذا يهودي نقتله، وهذا نصراني نقتله، وهذا ملحد نقتله. يا أخي حط بعقلك غير كلمة، ارجع لعقلك، ابني. نريد أن نبني، لا نريد أن نقتل، نريد لا ولا نريد أن نهدم. الشيعة والسنة اثنين أغبياء. فشو يعني الرسالة تقرأ من عنوانها؟ الرسالة هم ماشيين اثنين أغبياء، وين بدك يوصلوا؟ يعني ممكن يصيروا يعني شيء كويس؟ لا، مستحيل مستحيل مستحيل، المستحيلات حياكلوا بعضهم. الحل الوحيد لازم ترجع لعقلك، والحل الوحيد لرجوع لعقلك انك تتخلى عن الدين الإسلامي. هذا كما الغرب تخلى عن المسيحية بالمعنى القديم، المعنى القديم. الغرب تخلى عن ارتباطاته الدينية. حتى بتعرف انه اعطوا للفاتيكان دولة، بس بتعرف كم مساحة الدولة هاي؟ اخي جان، بتعرف كم مساحة دولة الفاتيكان؟ تفضل نبيل. نص كيلومتر مربع. بكفي وزيادة عليهم لا، بصراحة. ما حطوه هناك، قالوا له خليكم جوا، ما تتدخلوش بأمور الآخرين. فأنا فكرت إنه نعمل للأزهر دولة مثل الفاتيكان، بس على نحط حواليهم سور ما يخرجوش منه، وبعدين نكتب على البوابة الخارجية هنا مستشفى للمجانين. هنا مستشفى للمجانين. اللي يدخل ما يخرجش. اللي يدخل ما يخرجش منه. فهم علي؟ لا، الدولة العربية هاي المشكلة تاعتنا، انه احنا مرتبطين كثير بالدين، والدين مسيطر علينا، والدين خرب عقولنا، يجب ان نرجع لعقولنا. تفضل. أكيد أكيد نبينا. أنا بس في آخر شيء بدي أقرأ تعليق على انكتب على بصراحة على تعليق على موقع كان كاتب على حملة الجهر بالإلحاد، آسف. ففي شخص كاتب إنه يا أخي عيفك، خليك بالشعر أنت، وبلالك حملة الجهر بالإلحاد هي، وقرفتونا بعيشتنا وقرفتونا بدنيتنا، وانت واحد مستلحد وما بعرف هالحكي الفاضي هذا. ما بعرف، انا بصراحة ما بعرف شو ارد عليه. يعني بسيط اخي، انا شخصيا لم اكن لاهتم بالاسلام بشيء، ولا يهمني بهم. المشكلة انه احنا موجودين بنفس القارب. هلا واحد حط ايده على اجرك، اجره على اجرك، لك الحق تقول له اخي كيم اجرك عن اجري؟ ليش خابط على اجري؟ او واحد حاط اجره على عنقك، تقول له قيم اجرك عن عنقي، حل عني، حل عن طيزي مثل ما بقول واحد. هاي المشكله، انه احنا هذول المسلمين بعقائدهم راكبين البشريه باجمع، ومش عايزين واحد ينتقدهم، هم عايزين كل الحريه ليهم، مش عايزين حد ينتقدهم، وهذا ليس لا لصالحهم ولا لصالح الكل. لا صالحه ولا لصاحبه. فانت كل مواطن المظلوم، القرآن يعطي لكل شخص مظلوم ان ينتقد، القرآن بيقول ذلك. خلاص احنا بننتقد على هذا النوع، لانه لو انه المسلمين موجودين في المريخ
أضمن لك أخ جان إني لن أتكلم عنهم أبدا. طب شو رأيك نعمل حملة ونجمع الفلوس ونديهم كلهم على المريخ؟ ها؟ يا ريت إيه وخلص نوديهم كلهم على المريخ، يا ريت وبعدين مش هنكلمهم، صدقني لن نكلمهم أبد ولا نتكلم عنهم، وإن شاء الله بيكسروا بطيخ يكسر بعضه هناك. بس المشكلة إنهم عايشين بيننا ومكرفين حياتنا، عايشين بيننا ومكرفين حياتنا ومش عايزين انه احنا ننتقدهم. طب اخي انتوا حلوا عنا وبنحل عنكم، حلوا عنا بس، حلوا عنا دخيل الله، حلوا عنا. كون مسلم ببيتك، ليش تتدخل بشؤون الغير؟ ليش تتدخل بشؤون الغير وتفجر وتهدم بلدك والدنيا؟ انت شوف البحر الابيض المتوسط صار اخي مقبره للفقراء والمساكين، وكلهم اكثريته 90% جايين من الاسلام من المسلمين. شفت واحد بيطلب اللجوء السياسي بالسعوديه؟ شفت واحد بيطلب اللجوء السياسي باسبانيا؟ شفت واحد بيطلب اللجوء السياسي بسوريا؟ ما في حد، كلهم جايين على بلاد الغرب. طب اذا كان الاسلام كويس لما تغلقوا عندكم خلوا بيوتكم؟ بالضبط. شو الحكي هذا الفارغ؟ شو الحكي الفارغ ده؟ تفضل. وبس عندي كلمة أخيرة ونختم الحلقة، يعني الشخص هذا اللي اسمه سامي، كمان سامي ما بعرف شو، عاشت الأسامي يا أخي، عاشت الأسامي. للأسف الشديد يعني نبينا سامي هو اسمه على اسمك، يعني لا ولا يهمك ولا يهمك، احنا مستلم متملحد، أنا متملحد، ولكن لن أتوقف عن فضح هالأم القذرة هي، أمة الإسلام وقرآن الإسلام، أنا لن أتوقف مهما كلفني، يعني راح أتم أبقى وراء هذا الدين حتى أنا ونبينا سامي وغيرنا وغيرنا، صوت من هالأصوات هي اللي تفضح الإسلام، ومهما كان الثمن ما راح نتوقف. يعني ما حدا منا راح يتوقف، وانا متملحد، وشو بدكم سووا، في منهم قالوا انا مسيحي متملحد، وفي منهم قالوا انا ما بعرف شو بطيخي متملحد، يا اخي سموني كما تشاؤون ولكن لن نتوقف. لا انا اخي جان انا اعدك اني حاتوقف عن انتقاد الاسلام في اليوم اللي روحوا فيه للمريخ. هذا هو الوعد الوحيد، ما دام انهم عندنا ومكرفين حياتنا، ما دام هم عندنا وبيننا ومكرفين حياتنا وعايشين بنفس القارب والغارب قاعد بغرق بيهم وبينا، مجبورين نهتم ببعضنا. اكيد اكيد ما نقدرش نخليهم ياكلونا، ياكلونا هيك، ما نقبل انهم ياكلونا هيك. ها هم يقعدوا عاقلين، يقعدوا عاقلين، ما حد بيقرب عليهم، يقعدوا عاقلين، ما دام انهم شريرين بهالدرجه هاي ما ينتظروا الا انتقاد، ما ينتظروا او يروح المريخ. انا مني علي بتبرع بقد ما اقدر اوديهم على المريخ، او بلاش اخي على القطب الشمالي، ها كلهم على القطب الشمالي وبعمل عليهم صوره وخليكم هناك، ها وان شاء الله بتجمدوا. اما ما دام انتم عايشين بيننا ومكرفين حياتنا بقوانينكم بشرائعكم بلاكم بمحمدكم، اعرفوا انه حنلا نسكت لكم بكل تأكيد، وبالطول وبالعرض راح ندفن الإسلام تحت الأرض. يعني ما أنا وليس بغض للناس يا أخي، لا شفقة بالناس، على المسلمين شفقة بالناس. هل أنا قاسي للدرجة أشوف ناس يغرقوا في البحر؟ هل هذا يرضيني؟ لا يرضيني أشوف الناس أطفال يغرقون في البحر، هذه ليس إنسانية يا أخي. هاي نتائج الإسلام للأسف. بالتمام. ولا هم من وين هاربين؟ هاربين من السويد هم؟ مو هاربين من السويد. إيه هاربين من سويسرا؟ مو هاربين من سويسرا. هاربين من أمريكا؟ مش هاربين من أمريكا. شعب السنة. إيه شو؟ طبعاً. شو؟ كن واقعيين أخي. إيه تفضل. طيب نبينا شو بتحدثنا عن الحلقة القادمة؟ شو راح يكون موضوع ايه مثل ما تريد الحلقة القادمة، اذا تحب عن الردة نتكلم عن الردة. تمام. الردة مهم، الردة نشوف كثير موضوع مهم. شو بقول المسلمين عن الردة فعلا، ونشوف هذا الموضوع. اوكي احنا نحجز الاحد القادم عن الردة،
ووضعت أظن الرابط لكتابي عن الجهاد، آمل أنه طبعا راح حاب انبه انه وضعت تحت الفيديو رابط نبينا سامي عن الجهاد وطبعا الحلقة السابقة اللي تكلمنا فيها عن كمان الجهاد. الحلقة السابقة وضعت الرابط تحت الفيديو تمام. الحلقة السابقة وهالحلقة هاي كمان. وإن شاء الله من هون 10 أيام أقطع كتابي الجديد عن الجزية مع كل نصوص المفسرين حتى الناس يشوفوا إيه هي هاي النصوص. بكل تأكيد بكل تأكيد كلها مجانا، ولا تنسوا طبعة العربية للقرآن المجانية، حملها أنت وارسلها للي تريد، وإذا ما استطعتش تحملها اكتب لي وأنا ببعث لك إياها بكرتي بتخاطر، وهي مجانا لوجه الله العظيم. لوجه الله العظيم، تفضل. ويقولون النبي سامي بده مصاري من الناس، يعني للاسف الشديد النبي سامي انت ما شايفين يعني عم بحط لكم الكتب مجانا خذوها، فالمسلمين اظنوا بالناس كما اظنوا بنفسي يعني. مثلا طبعا انا بشكرك كثير نبينا سامي، واصدقائي بكره مثل نفس الموعد عندي حلقه رح اكون فيها لحالي ناقش فيها رساله الماجستير المقدمة لجامعة جامعة سعودية نسيت اسمها، المهم بكرة رح أذكرها، رسالة ماجستير الأصوات الصادرة من الإنسان عدا الكلام. هل هتعمل هاي هل هتعمل تعليق شف شو اسمه نظري وعملي؟ أنا سميت الحلقة شعب الله الضراط. حقك حقك أخي، حقك أخي، ما قصرت ما قصرت ما قصرت بيهم. فاستنونا بكرة بناقش رسالة الماجستير الرائعة هاي أم العلوم يعني. أنا بتمنى تستمتعوا بالحلقة بكرة معنا، وأتمنى يعني تكونوا ياكلين وخالصين مشان ما تقرفوا يعني من العلوم الإسلامية. طيب نبينا أنا بشكرك كثير وبشكركم كثير أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء وشكرا على استقبالي، مع السلامة. شكرا لجميع الحاضرين. شكرا شكرا نبينا، شكرا، مع السلامة.